السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف الريفيجن اللي احنا شغالين عليه. يعني ممكن تكون انت شغال في مشروع وعايز تكتب ان ده ريفيجن واحد ريفيجن اتنين وهكذا. طيب ده تايتل بلوك مش حاجة خالص، فخلينا نعمل تايتل بلوك من الاول خالص. شيت نيو شيت، تختار التايتل بلوك او ممكن تقول له لود وتختار الفاميلي بتاعت التايتل بلوك، هقول له اوكي فبتفتح معايا فاضي خالص. فبعمل سيلكت على التايتل بلوك واقول له اديت فاميلي، وبعد كده هروح هنا للفيو واقول له انا عايز اضيف ريفيجن سكادول. تمام، بيقول لي ايه الحاجات اللي عايز تبقى موجوده، فبقول له ريفيجن سيكونس، ريفيجن نمبر، ريفيجن ديسكريبشن، ريفيجن ديت. اوكي طيب، فباجي هنا وبسحب الريفيجن اللي انا عايزه واحطه هنا. طيب تلاحظ ان هو مفيش حاجه خالص. طيب عايزين نبدا نحط بعض السطور كده، فبعمل دبل كليك وباجي هنا وقول له انا عايز اعدل في السكادول مش في الفاميلي، وروح داخل في الابيرنس اقول له انا عايز الاوتلاين والهاي مفروض فاريبل، لا انا عايز يوزر ديفاين، واقول له اوكي وارجع هنا ليه ظهرت معايا هنا. تسحب تبدا تظهر معاك الخانات اللي انت عايزها حسب عدد الخانات اللي انت عايزها. طيب هقول له لود انتو بروجكت اند كلوز، هيبدا يحملها لي في المشروع بالشكل ده. طيب خلينا نحط اي فيو. طبعا من ضمن المزايا الجميلة جدا انت لو حطيت اللي هنا هيرفض، ليه؟ لان هو يقولك هي موجودة في شيت اخر، فانا لازم اعمل دوبليكيت او اعمل فيو جديد او اخد سيكشن. تمام اهوت، وابدا اسحب الفيو الجديد هنا واحطه بالشكل ده. طيب وبعد كده هاجي هنا هبدا اضيف الريفيجن، هروح بعد كده لانوتيت واقول له انا عايز ريفيجن كلاود، وليكن مثلا ريفيجن كلاود عن النقطه دي. هو بيقول لي الريفيجن رقمه كام. تمام هبدا احط الريفيجن زي ما انا عايز اهو. اوكي، وطبعا تقدر تضيف تاج ليه، هيقول لك الفاميلي بتاعتها مش متحمله، فتبدا تحمل الفاميلي اللي انت عايزها. وليكن مثلا اروح هنا للسي، وبعد كده بروجرام داتا، وبعد كده ريفيت حط ديسك ريفيت. ريفيجن تاج اوكي، بتبدا تحط الريفيجن بالشكل ده. طيب لو في ريفيجن تاني خلينا نضيف ريفيجن تاني اهوت. تمام اوكي، وخلينا نعمل له تاج دوت. لو جيت هنا في الريفيجن هتلاقي مفيش حاجه خالص، انا عايز اضيف ريفيجن جديد. طيب هنيجي هنا في الفيو في ريفيجن وتقول له انا عايز اضيف ريفيجن كمان. هنا بيقول لي ريفيجن ده هيبقى رقم 2، كده انا ضفت ريفيجن 2. ده هيبقى نمبر ولا الفابيتك، ممكن تضيف الفابيتك وتدخل هنا في الالفابيتك، وممكن تضيف كلمه او حرف قبليه وكلمه او حرف بعديه، وده النمرك، فممكن ده يبقى 1 وده يبقى ايه. ولو في حاجه صدرت مش هيستخدمها بتعلم عليها، وبيقول لي انت عايز تشوف ايه، فبقول له انا عايزها تظهر الكلاود اند تاج. تمام هقول له اوكي، ولو جيت على الريفيجن دوت وجيت هنا هتلاقي ريفيجن 2 هيبقى هو حرف الايه. طيب هتلاقي هنا اوتوماتيك ظهر عندي الريفيجن في السكادول، ظهر الايه وظهر ال1 زي ما انت شايف. طيب لو انا جيت هنا من غير ما اعمل سيلكت اي حاجه خالص ونزلت، هتلاقي الريفيجن اون سكادول اهو موجود. فتقدر لو انت حابب تشيل العلامتين دول او تضيف حاجه زي ما انت عايز، هما هنا مقفولين لان هما اصلا موجودين في قلب اللوحه. تمام فدي فكره الريفيجن اند سكادول. طب لو انا عايز الف الريفيجن اند سكادول، الريفيجن سكادول دوت بتقول له اديت فاميلي. تمام وتقول له روتيت، تعالى على دوت هتلاقي هنا النت اللي فات 90 او في عكس عقارب الساعه، فتقدر تخليها بالشكل دوت.